تعاضدية موظفي الإدارات العمومية ترفع قيمة منحة الوفاة. صدق مكونات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على الرفع من قيمة منحة الوفاة خلال الجمع العام 73 للتعاضدية المنظم بمدينة مراكش. وبحسب المعطيات التي تواصلت بها مصادرنا، فقد صدق الجمع العام للتعاضدية المذكورة على تحديد منح الوفاة للموظف النشط في 50,000 درهم ومنحة التقاعد في 35,000 درهم، فيما حددت منحة وفاة المتقاعد التعزية في 15,000 درهم. أما فيما يتعلق بمنحة العزاء في وفاة الزوج، قد حددت التعاضدية العامة لموظف الإدارات العمومية منحتها في 4,000 درهم، وحددت منحة العزاء في وفاة الابن في 1,500 درهم و700 درهم في السنة بخصوص منحة تمدرس اليتامى. وبالمقابل استقرت نسبة الاقتطاع في 1% من الأجرة مع سقف 115 درهم للموظفين النشطين و57 درهم للمتقاعدين. فيما أكدت المعطيات التي حصلت عليها أشكاين أن هذه القرارات تنتظر موافقة الوزارة الوصية المتمثلة في وزارة المالية ووزارة الشغل.